طيب المعلم رسبا على الشط. اصحى يا معلم. يا حبيبي اصحى. كيف بصحى هذا؟ ايش ده صحي زي ده انا ضغط. طيب صحي الهبيله. يلا يا معلم. طيب حلو 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 جدا، عدونا من الاول. طيب معلمين مرحب بكم، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم شباب جايب لكم الماب هذه، اسمها شباب اركين اوديسي. هم شباب عملوا لها تحديث، تحديث يعني امبارح لسه عاملين التحديث تبعها، فشكلهم شباب زبطوها على الاخر. بصراحه شباب الصوت مزعج جدا، صوت المطر والهذا، فضافوا فيها كثير امور. يا اخي بت البرق والله كويس، موتت منه. هي شايفينه؟ فضاف شوف فيها كثير امور. ليفلي انا كان فيها 52 تقريبا، انا شوف صورت عنها قبل هيك. الشهاد ما بعرف الشهاد، اكل كان ليفلي 52. حتلاقوا شوف في حلقتين نزلتهم على الماب هذا، الشهاد ولا حاجه. طيب فحنلعب شوف في شكلنا، حنعيد من الاول. والله صار سريع كمان الشخصيه، ما كانش سريعه زي هيك، كانت يعني سرعتها ابطا من هيك. والله كويس زبطوا لنا اياها كويس. طيب فحنشوف يا شباب. انا شباب اخترت سحر، قالوا اخترت سحر في الاول، اخترت سحر الانفجارات البراكين. اوكي والله في كثير امور بناخذ. صندوق، الصندوق هذا شباب اللي كان فيه بيطلع لي فيه اسلحه وفيه امور من هذه. طيب فانا شباب بدي استنى شوي، هنا اقعد اجمع في الجزيره هذه لحد ما يدخل المعلمين، يدخل ريلي بيدخل معاي، ونشوف شباب ايش بدنا نعمل في الماب هذه. اوكي اخذنا سهم جولدن ارو واخذنا مش عارف ايش. طيب فانا شباب حقعد اجمع الحين وبعدين يا معلمين ندخل في الجد. طيب الشباب هو قاعد بيقول لي اني ادور على حاجات، فخليني شباب لقيت هذه الحاجه. اوكي ايش صار؟ اي مش عارف ايش هادي. طيب ماشي، وفي واحد هان قدامي، مين هذا؟ يوه بدي انا ادور عليه، اسمه موردن. طيب واقف عند قبر المعلم. واتس هابند يا معلم؟ ماشي مش حقرا حاجه. طيب شوف حضغط على هادي. اوكي خلاص الزلمه تزهقناش. طيب شوف القصص هذا انا بحبش اظني اقرا فيها ومش عارف شوفها. خلاص ضغطنا اي حاجه ومشيناها. طيب كويس شباب، بدينا هيك اللعب. الحين شباب استنى المعلم بس ريلي يدخل ونشوف كيف. بقول لي باك باك. طيب باك 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 باك، وين الباك باك؟ كانت هياتها انفنتوري يعني. طيب ليفلنا يا شباب واحد. يا الهي رجعونا شباب من الاول زي ما كنا ليفل واحد، ما علينا مش مشكله. لا بس هي الاغراض معاي، طاقيه والهادي. كويس كويس كويس. السحر تبعنا نسيت صراحه انا كيف كنت افتحه من وين. اعتقد الماجيك هيات. هاي شباب السحر اللي لقيته نقيته اللي اسمه اكسبلوشن ماجيك، هذا انفجار. هذا شباب الدمج تبعه قوي جدا بس ايش بطيء شويه، هيك كانوا كاتبين خصائصه. هاني معلمين عندنا 2 بوينت. طيب ماشي كويس كويس، والله زود كثير شباب النقطه، بتزود كثير. عندنا هنا برضه المهارات هذه شباب ذاكرين لما كنا ناخذها، نحط الكيو نحط الاي ومش عارف شو. هياتهم. اذا شباب حضرتوا الحلقات الاولى نزلت من هذه حلقتين زي ما قلت لكم، في كثير مهارات فيها، فهذه حاجه اسطوريه. ايوه ضغط شفت شباب شو؟ يا الهي شوف كيف، والله شباب هذه رهيبه. طيب هذا اللي صح. نقلك كان يا معلم انت. بتهيأ لي شباب هذه بترسبن فيها السفينه على ما اظن، ما بعرف. بس شباب عندنا في اغراض كثير بس مش قادر البس اي حاجه انا. الليفل تبعي بقول لي قليل. هذه عندنا سناره، هذه بتهيأ لي بنصيد فيها. مش عارف هذه ايش، ايش هذا؟ معقول هذا شباب عشان الميه؟ والله يمكن. اعتقد شباب هذيك عشان الميه، تهيأ لي هيك. الت ايش بتساوي؟ قلت عشان تعمل هيك. يا 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 يا. طيب شباب ممتاز، حلو حلو حلو. انت مختار زيي؟ طب كويس، مختار نفس السحر تبعي يا شباب. طب كويس كويس كويس. طيب شباب نشوف نقدر نعمل بارتي ولا لا. الان شباب جاب لي الخريطه، والله بدنا نكتشف شباب كثير. والله بتهيألي شباب هم مغيرين يعني الماب كله، مش مخلين في حاجه. والله نفس القصه لسه. هي شباب بيجيب لك اخبار انه في ناس مجرمين، في ناس مش عارف شو، في ناس الحاجات هذه يعني. ما علينا. اوبن ايش هذه؟ اعتقد شباب هنا بتعمل مهمات، لان احنا بدنا نروح على هذيك المنطقه هناك، نروح هناك. هاي بارتي لقيت شباب البارتي ممتاز. هاي دراكس بارتي تشوز بلاير. طيب يا شباب هاي السفينه شباب هنا. يا الهي مين اللي اكلها هذا؟ شكله شباب اللي مات، شباب البرق شكله بيموت. طيب خلينا شباب نحط السفينه، نقول وين راحت هياتها؟ يلا جيت هان عملت هيك. هاي هاي معلم رسمنا. تعال تعال كبير، تعال تعال. اللي الساعة شباب برسم فيها مش عارف. طيب يلا انا الكوماندر يلا. يعني بس يا معلم ادخل في المية ورسم والدنيا بتصير معاك في اللزوزة يعني. طب كويس كويس خالص. شباب الشات هذا ضايقني انا مش عارف بدي اشيله. وبتتعب يا معلم وانت سايق. مين هذول؟ والله هذا جاب طاقم. يا الهي شباب اللعبة هذه مش طبيعية اللعبة صارت. انا بتذكر شباب لعبتها زمان بس كانت ايش، بس تمشي تقتل وحوش
السلام عليكم. هاي كل القصة. شفت معلم؟ بقول لك اوف المعلم رهلي. حريقة يا معلم. هنعمل طاقم شباب وحنظبط امورنا في اللعبة هذه ونشوف كيف. طيب شباب وصلنا عند مش عارف ايش هذول. يا سلام. يا سلام. وصلنا شباب على هذا شكله شباب الحماس حيشتغل الحيني. نيو اريا. لقيت مكان جديد. طب صف هاني معلم. هوب. يلا معلم. تعال. في خريطة هنا على الارض. خلينا نخدها. ما تخليش حاجة. ما تسيبش حاجة يا معلم. ها. طيب هذا ايش سبون. طيب هذا برحب فينا تقريبا. واي ار يو هايدنج. انت ليش متخبي يا هبيله؟ بقول له يعني هو ما قالوش شبه هبيله بس هذه هبيله من عندي يعني هيك شويه بهارات. اي كانت سكير ذم اوف. مش عارف هو خايف او انا بقول له انا بخافش من اللي انت بتحكي عنه هذا. اي كان تيك كير اوف ماي سيلف. ماشي انا بهتم في نفسي يعني. قلنا له بالعربي شباب ايش اقلب وجهك احنا بنخافش زيك يا هبيله. ايش 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 مين ايش هذا اللي جا؟ اصبر يا هبيله. مين هذول؟ احرق قلبهم يا ريلي. هذول ناس ولا ايش؟ احرق قلبهم. مين هذول؟ مين هذول؟ مش عارف مين هذول اصلا. يا عم لا مش لعيب هذول. وين رايح يا هبيل؟ وين رايح؟ مش عارف باللفل او باللفلش ما بعرف صراحة. طيب. طيب شو نشوف البوكسات؟ يا اعطي بوكس يا معلم على مخه. والله شوف البوكس قوي. بس فيش مهارات؟ اعتقد شباب هادي انا شاب لازم اراجع الحلقات تبعتي اللي نزلتها قبل. ايوه لفلنا. لازم شباب اراجع الحلقات اللي قبل عشان اعرف انا ايش كنت اعمل بالضبط. ايوه ها خلصنا خلصنا معلم. تعال تعال الحين قلنا روح هناك بس حنضل نضرب هذول كلهم احنا دائما. لا هذا معلمين بقول لك ايش. مش عارف ايش بقول لك صراحه. بقول لك اشتري من هذول. اه نبيع نبيع نبيع. ممكن شباب نبيعوا الاكل هذا كله. طب كويس والله كويس يعني بتبيع. فانا شباب حروح على المهمه. تعال معلم خلينا نشوف بس المهمه اللي هنا ايش حتقول. ايش هذا؟ اضغط اي مرتين دي مرتين اس مرتين دبليو مرتين. حلو حلو. هذا ريلي ولا مين؟ بضرب في مين قاعد هو؟ مش شايف شباب شكله عنده مهمه هو على ما اظن. طيب سلام عليكم يا معلم. وين هذا هو المطلوب؟ اه شباب عليه علامه استفهام يعني هو المهم عنده. كويس كويس. طيب شباب هو برحب فينا بقول لي انك انت لقيتني واسم بصريش شكله يعني كانت تعرفني او اشي هذه المعلمه ما بعرف. فبقول بتقول انه شكله الكل صار ايش يطلع من المخابئ تبعته. فمش عارف انا مش شايف يلي انت شايفهم. اه يعني شباب ريلي بشوفش الحاجات اللي انا بشوفها. طيب خلينا شباب نكمل مع المعلمه هذه. طيب بتقول لك يعني انت اذا انت بدك يعني اي حاجه انا موجود يعني في الخدمه واحنا في الخدمه كمان بس مش كتير يعني تصدقيش حالك. طيب طيب شباب الحين المهم اللي بعدها وين؟ يا سلام وين هاد فوق؟ في عندك درج انت؟ والله عندك درج يا معلم هادي. ايوه جينا. اوه A view hour hour later. فيا معلمين الحين احنا ايش دخلنا ننام فالظاهر حيصير اشي. صارت الدنيا يعني بعد كم من ساعة صارت الدنيا الصبح بس هيك يعني الدنيا صارت الصبح يعني عملنا سيف ولا هيا معلمين يكون لابسينه. خلينا نشلحه بلاش هبل. اشلح يا هبيل اشلح يا هبيل اللي لابسها هذه على راسك. ايش الهبل هذا يا زلم. طيب يا معلمين الحين شباب شوف انا قصه السحر هذه كيف بدي اضرب فيها. حرف الكيو يو هيها على الكيو يا معلمين وانا زي الهبيله. طيب المهمه بتاعتنا الثانيه وين؟ بقول لي لازم اكلم المعلمه هذه الثانيه. شباب انا مش حضرني اقرب صراحه زيقت صراحه من كثر ما اقرب في هذول يعني كلام كثير مش مهم يعني هو حيقول لك وين تروح وسلام عليكم بريحه. طيب شباب الحين المهارة هذه بقدر اطورها انا المفروض بس انا نسيت من وين. هل المهمات هل الكلان كلان بقدر اعمل كلان الحين؟ كلان نيم دراكس بده صورة يا لا لا او بده 5000. لا لا بعدين بعدين بعدين. ايوه شباب هياتا هذه الماجيك ونضغط هان. هاي الكيو عندنا شباب شغالة كويس. نقول له مثلا على الاي بدنا يا معلم ضربة على الاي. نقول له مثلا هذه. يا سلام لا مش يا سلام. ليش مش يا سلام؟ هاي 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 يا معلمين. وبتقدر تلفلها كمان كريات يا معلم. لا يا شباب نفس الضربة. ضحكت حالي. يلا مش مشكلة. طيب هي يا شباب نفس الضربة نفس الضربة نفس الضربة. فأنا حخليها خليها علي خليها علي بديش أخليها شباب على الكيو. خليها خليها بعدين شباب بعدين بنعدلها بعدين بنعدلها. طيب الحين مطلوب منا يا معلمين نطلع الدرج هذا. مش عارف اللي المشكلة شباب يعني على الفاضي يعني هو معي في البارتي بس ما بشوفش الحاجات يعني تبعتي. اوعى تضربه يا هبل. اللي هو شباب اللي يعني المهمات تبعتي والجنود ما بشوف شايفين قاعد بضرب وانا بدون ما اشوف يعني ايش بساوي هو. ما علينا. السلام عليكم يا ايها القائد ال الاي يا شباب مش حينفع. خلينا شباب اغيرها بس على السريع. السلام عليكم ايها القائد الهمام ليدر هذا الليدر يا معلمين. طيب السلام عليكم ويلكم مش عارف شو مش حنقرا زي ما قلنا لك انت يا هبيله. اعطاني نقود اعطاني نقود يا معلمين. انطلق ايها نسيت اسوي المهمه. طيب معلمين ريلي المعلم الحين شباب صارت مهمته نفس مهمتي فبتهيألي حيشوف البوتات تبعتي. تعال 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 المهمه هناك.
هي هي المهم، هي 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 في علامات استفهام هنا، اعتقد هذول هم صح. اي ويل هوب سيرش، ماشي نختار على الشمال اكسبت. ايوه اعطاني مهمه. بدي يا شباب ادور على نيك ليك تقريبا سنسال اكو هناك، علم لي هناك يا معلم. تعال لي بياخذ مهمه ثانيه مع بعض مع بعض. اوكي اكسبت. لا غيرها يا الزلمه، ليش بتغيرها يا هبيله يا هبيله؟ خربنا الدنيا، شوف كيف دخلنا في بعض المهمات وخربنا الدنيا. بس شباب هذه هي الستوري لحال، هذه مهمات لحال، وهذه والله عارف يا معلم احنا خربنا الدنيا. ايوه لا هي مهمتين مع بعض معاي. هاي شو مع النيك ليست وهذه. طيب ريلي وين؟ الصناديق اللي عندك اللي تحت هذه. هيو هيو يا زلم هيو هيو. مش راضي ياخذ السنسال، ما بعرف يمكن اخذته انا وانا مش ماخذ بالي. بقول لي روح اكلم المعلم، اروح اكلم المعلمه او المعلم. تعال تعال تعال، بقول لي روح كلم المعلم عشان ايش؟ تخلص المهمه. هذا شب مهمات جانبيه كلها، يعني بتهيأ لي ما لهاش دخل. خلينا نشوف، ان شاء الله تكون لها دخل ان شاء الله. هيريزت، هيا سنسالك يا معلم. كيف انبسطت؟ اعطاني ليفل. اوه لا، الحين فهمت يا معلم. ريلي شايف خلصنا المهمه، فايش المهمه الثانيه لحالها؟ يعني المهمات القصه جهزت. فيا شباب القصة صارت سهلة، يعني يا معلم اللي عليهم علامة استفهام بدك تخلص المهام تبعتهم كلهم عشان ايش؟ تكون جاهز للرحلة. فالحين يا شباب بدنا هاي الكوك يا معلم، هاي الكوك يمكن لازم امسك في ايدي حاجة. هيات يا شباب امسك في ايدك، اعمل ايه؟ اد اطبخ تفاح، انا مش عارف كيف بس يلا ماشي اطبخ تفاح. كيو طبخنا، عملنا شباب احلى طبق تفاح في الدنيا. فعشان تعرفوا يا معلمين احنا مش ناس بسيطه. طيب الحين بقول لك المعلم روح اتكلم مع الهبيل الطباخ هذا عشان يقول لك انت يا معلم صرت احسن شيف. بالتالي هذا هو صح ولا انا غلطان؟ ايوه خلصنا. ايه طلع لي حاجه شباب كومبليت، ابصر مين كوك، طلع لي حاجه تحت نيتشرال ومش عارف شو. طيب هيك يا شباب خلصنا مهمتين، الحين بدنا نعمل. ايوه بقول لي شيف، صار الشيف مش حقره يا شباب انا. طيب الحين بقول لي ديفيت سبعه باندد، نظبط سبعة يا معلم. ريلي جاهز للتظبيط؟ اوكي يلا يلا معلم. انت عشان معك الجدفات خلاص بتسوق؟ طب كويس. طيب شباب حنروح على شباب المهمة هذيك ونشوف ايش فيها هنا. طيب شباب وصلنا وصلنا، في صندوق بدنا ناخذه الحين. يلا معلمين بس ده شباب الصندوق هذا مش عارف انا لو اخذته ريلي بياخذه برضه ولا بس انا باخذه. في اسهم. اكثر اكثر معلم. طيب شباب مش عارف الهيل. هيو لا سهلين يا شباب سهلين، بنقتلهم يعني مش صعبين كثير. اوه زين. والله حلوه يا معلم الخطه هذه، نزنقهم هنا بعدين ايش نظبطهم. حلو حلو شباب قتلنا اربعه، هيت في واحد هنا. طيب شباب هيك قتلنا اربعه لسه. طيب شباب كانوا قتل المساكين. اوكي 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 خلصنا خلصنا، انا خلصت بس خلينا نقتلهم. طيب معلمين قاعدين شباب احنا بندور، انا قاعد او انا قاعد بدور مش عارف اللي بدور زيي ولا لا. اخذ الصندوق انا كنت اخذه. طيب شباب ما علينا مش مشكلة مش مشكلة، أنا كنت آخذ الصندوق أصلاً، جيت هنا عشان أدور على آخذ الصندوق. وين راح؟ كري إيش هاد؟ انفجر يا معلم. ولا إيش هاد؟ ارمي ارمي ارمي. فجرتها في مين؟ أكلت حاجة ريلي أنت؟ والله شوف فجر فجرناها يا معلم. الصندوق هذا يا معلم قرب قرب شوي. أيوه بقدر آخذه. والله اعطاني سليف مش عارف ايش اعطاني، والله اعطاني شب شو حاجه ما بعرف ايش هي صراحه. طيب شباب هو بجيب لي قاعد شويه حاجات هان مش عارف ايش هي صراحه. المهم شباب اللي طلع لي انا وجينا هنا عند ال في الاكسسوري معلمين هنا اضغط هيك مش عارف هذا ايش بيعطيني اصلا. بيعطيني مكتوب على ليفل واحد بيعطيك شيء، بيتهيألي منظر بس هيك بصير منظرك زي باقي منظر بيخزي وخلاص. طيب خلينا شباب نخلص اخر مهمه ونشوف. بقول لك ليرن تو فيش، لسه كنت شباب بدي اقول لكم انا انه فيها صيد، لسه كنت بدي احكي لكم عن القصه. هيات شباب اعطاني هو سناره، انا اصلا في معي سنارات من القويات هياتها هذه بس مش عارف بقدر استخدمها ولا لا. خلينا نحطها هنا هذه القويه، والله بقدر استخدم القويه. طيب خلينا نصيد، تعال يلا صيد يا معلم. ايوه طلع لي طلع لي شباب علامة التعجب. ايش ليش ما سحبتيش؟ ايوه صدنا 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 يا معلمين. هاي هاي السمكة يا معلم. هو انا اخذتها بس رماها هيك يعني. هيات شباب شايفين السمكة هياتها هان. ايش هذا صدنا بصرح الشباب؟ ايش هذا؟ فلوس ولا ايش؟ ايش هذا يا هبيلة؟ اعطاني شباب هيات اللبس، ما بعرف صراحة ايش هذا اللبس. بنشوفه بنشوفه الحين كمان شوي بس خلينا نصيد اخر شيء. لا ما حسبيش اني صدت سمكة عشان صدت حاجة هبل. فقال لي انت شكلك معلم. هاي لبستها يا معلمين. كويس كويس بتعطي قوة، المهم بتعطي قوة. متخبي انا صرت هيك. طب كويس خيبت علينا شباب. ايش هادي؟ تعالي ايش انحسبت؟ يا صدنا شباب سمكة مش عارف هادي ايش.
كبير على اخر 81 حشاب لو دبعناها، وهذه ب 21 وهذه لو بعناها ب 18. ايوه خلصت انا. هاي وصلنا شباب ليفل 9. انا صح يا معلم انت اللي بدنا نكلمك؟ بقول لي سبيك تو هير. لا هيرنت ولا مش عارف مين هيرنت. هذا مش هذا، هذا مالوش دخل. شباب هذه السفينه مش عارف هي سفينه ناس ولا ايش، لانه كاتبين باريتس. طب خلينا شباب نروح نشوف السفينه هذه. عصبوا تعال نشوفهم. السلام عليكم يا معلمين. قويين شكلهم. طب هنا في مطلوبين هذول، يعني لو ضغطت عليهم ايش بصير؟ يعني لو ضغطت على هذا مثلا ايه بقدر اصيده. والله شوف فيها صيد، شوف الحلاوه كيف. والله اسطوريه شباب، بتاخذ عليها فلوس، وفي هنا حاجات ثانيه كمان وانتد. هذا بتاخذ عليه 400,000 لو صدته. هذول شباب شكلهم اصعب. طيب معلمين وصلنا يا شباب. والله شباب الصناديق اللي في بتلاقوهم في البحر كويسه، بتعطوك شويه اغراض. يعني اعطوني قبل شوي لبس ثاني برضو. هيو هذا بس يعني ليفل واحد، يعني مش هالحاجه الاسطوريه يعني. خيبت يا شباب، دمر لي السفينه قاعد بكسر فيها. طب يلا بس مش مشكله، المهم يطلع. تعال يا معلم. كل شباب انه بيعلم لك كل حاجه ايش تعمل بالضبط. شفتوا شباب كيف المهمات القصه انك تعملها؟ الحين بقولنا ايش نكلم واحد هنا. استنى يا معلم، ايش هذا؟ مين هذا شباب؟ ساموراي؟ اوعى تقول تقاتل. احسن يا شباب، عينين خضر. اعتقد متنا صح؟ استنى يا معلم، بدك تضرب انت ولا ايش؟ بدي اضرب. بسرعة يا ريلي، بسرعة. شباب انا حضربه هيك. تعال ضي. ايش هذا بيعمل؟ ايش بيعمل هذا؟ لا 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 يا عمي، لا يا عمي، ايش هذا يا معلمين؟ ايش هذا؟ المشكلة اللي هي اللي بنزل قاعد، الهيل بنزل يا زلمة يا زلمة. لا لا لو كنا بزيد الهيل مش عارف والله. شباب هذا هبل شكله، بس هيو مات وانا متت صح؟ خلى الدنيا كلها سم. اقتلوا قتلناه شباب، بس انا حموت. قتلناه كويس. يا اله كيف شباب، كيف اخطر علي؟ مش عارف حسب لريلي ولا لا. يور ماجيك اس، بقول لك انه الماجيك تبعك تقريبا ملعون على ما اظن، هيك قريته او انا اللي بقول له. طيب شباب كلام كثير ما مش مهم، بس شباب هذه المهمه ما خلصناهاش احنا. تيك هذه لا مهمه ثانيه صح؟ طيب شباب خلينا نشوف ابو دم زنخ. مرحبا يا ابو دم زنخ. هذا خلصنا منه. مش عارف شباب المهمه اللي بعدها وين حتكون وقصه. اوه في صندوق هان فود مكتوب عليه، وفي صندوق ازرق ما اعطناش لبس، اعطانا كانون عشان السفينه. طيب شباب احنا طولنا شباب كثير. تعال معلم ريلي، تعال 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 تعال، ابعد عن السم هذا يا معلم. طيب معلمين طولنا شباب كثير في الحلقه دي الصراحه، كثير طولنا، فعشان هيك شباب حتوقف هنا. انا حنشوف المهمه هذه نخلصها، نحاول نخلصها وحاول الفل، مش حاعمل مهمات كثير عشان ان شاء الله الحلقه الجايه شباب نعمل المهمات الباقي مع بعض. طيب معلم لو عجبتك الحلقه لا تنسى من دعمك باللايك وبالاشتراك معنا في القناه، ومن هنا نطلع حلقه ان شاء الله، وراكم على خير وعلى سلامه.